يا المهدي ظل مطلب ولك هام ودمع العين لك يجري مولاي يا صاحب الزمان ولك هام لك شفيا مقطوعة ولك هاي يا يام مفضوخة بعمد بالغاضرية يا يا مفضوخة بعمد بالغاية يا ضري وثارك بقيت اتبع اخبارك وثارك وثارك دمع زينب ذبح صبرك وثارك بعد تنتظر سيفك وثار اياك شبوها وخافها مترجع سبي يا شبوها وخافها مترجع يا عسبي مولاي سيد الاخوان في دور اروح لك تفضلوا تفضلوا مولاي جزاكم الله خيرا على محمد وآل محمد توجهوا نحو القبلة رحم الله والديكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم ضيوفنا الأعزاء جايين من الهندية إخواننا أعزائي من طواريف أعزائي إخواني ضيوف الحسين الكل ارفعوا أيديكم نحو السماء لقضاء الحوائج يرحمكم الله فردا فردا إلهي نقسم عليك بحق الحسين عاش مرات يا الله يا الله يا الله حوائجكم من الله أسألكم الدعاء فردا فردا يا الله عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الحسين اللهم اخذل من خذل الحسين اللهم العن ودمر أعداء الحسين اللهم اشفي مرضانا اللهم اشفي من أوصانا بالدعاء فك قيد أسرانا إلهنا آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا اللهم اجعل هذه الأمطار أمطار بركة ورحمة ولا تجعلها نقمة علينا يا الله اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم احشرنا مع أنصار الحسين تقبل منا هذا القليل بكرمك وابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما من مضى من أهل هذا الجمع نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات الدنيا ولا ولد وياك ما عوفك أبد
علمتني